السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة بإذن الله هنبدأ في سير وشخصيات، وهنتعرف مع بعض على أمهات المؤمنين. وأول شخصية هي السيدة عائشة بنت أبي بكر. النهاردة يا سنة تانية هنتكلم مع بعض عن أول شخصية من شخصيات أمهات المؤمنين، وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أولا عايزين نتعرف مع بعض يا سنة تانية من هم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين يا سنة تانية هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أمهات المؤمنين هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السيدة عائشة رضي الله عنها بنت مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها هي ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإحنا كلنا عارفين أن سيدنا أبو بكر الصديق هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء الراشدين. يلا بقى مع بعض يا سنة تانية نتعرف على الأسئلة. السؤال الأول أكمل رقم 1، كانت عائشة رضي الله عنها تعلم القرآن ونقط ونقط. عارفين مع بعض زي ما فهمنا كده في درسنا إنه كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم القرآن والحلال والحرام. السؤال الثاني، كان نقط يستشيرون السيدة عائشة في أمور الدين، كان الصحابة يستشيرونها في أمور الدين. وزي ما عرفنا في درسنا أن السيدة عائشة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث. السؤال الثالث، عرف عن السيدة عائشة الزهد ونقط، الزهد والكرم. زي ما عارفين مع بعض يا سنة دانية إن قلنا ذات مرة بعث إليها معاوية ابن أبي سفيان 100,000 درهم، فقسمتها على مين؟ قسمتها على الفقراء والمحتاجين، ولم تبقى لنفسها شيئا. ده كان دليل عن كرمها، ده كان دليل على إيه؟ على كرمها. السؤال الرابع، ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها نقط بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أعوام. وخد بالك معايا سنة تانية من السؤال ده عشان بتتلخبطوا فيه كتير، يبقى نركز كده ان السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس، أبو بكر الصديق هو ايه؟ قال لي ابو بكر الصديق صاحب نقط. ابو بكر الصديق كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اول الخلفاء الراشدين. يبقى ابو بكر الصديق كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واول الخلفاء الايه؟ الراشدين. طبعا واحنا عارفين ان السيدة عائشة رضي الله عنها ايه؟ هي ابنة ابي بكر الصديق زي ما اتفقنا. السادس، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها نقط الهجرة إلى المدينة. عارفين لما شرحنا الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة إيه؟ قبل الهجرة إلى المدينة، قبل الهجرة إلى المدينة. طيب تعالوا بقى نتعرف كده مع بعض يا سنة دانية إن السيدة عائشة توفيت في رمضان، توفيت في شهر رمضان. فين؟ اللي توفيت في شهر رمضان بالمدينة المنورة. يلا بينا يا سنة تانية هنتكلم عن الشخصية الثانية من أمهات المؤمنين، وهي السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. طيب يلا نبدأ مع بعض يا سنة تانية. السؤال الأول أكمل رقم 1، السيدة حفصة هي ابنة نقط. السيدة حفصة هي ابنة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. رقم 2، عمر ابن الخطاب صاحب نقط ونقط الخلفاء الراشدين. ركز مع دي سنة تانية، هنا طالب مني ايه؟ نقطتين. عمر ابن الخطاب هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين. السؤال الثالث، لقبت السيدة حفصة بحارسة القرآن. واوعوا ننسوا اللقب دوت، ليه بقى ايه لقبت السيدة حفصة بحارسة القرآن؟
رقم 4 كانت السيدة حفصة تتميز بأنها كثيرة نقط ونقط، كثيرة إيه؟ كثيرة الصوم وكثيرة الصلاة، لأن سنة 8 كان كبار الصحابة يرجعون إليها ليسألوها في أمور إيه؟ ليسألوها في أمور الدين. السؤال الخامس، أسلمت السيدة حفصة في نقط، أسلمت السيدة حفصة في إيه؟ في مكة مع زوجها الأول، خد بالك يا سنة تانية، مع زوجها إيه؟ الأول، ثم هاجرت معه إلى إيه؟ إلى المدينة، ولما استشهد زوجها الأول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ما استشهد زوجها الأول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج إكراما لها ولأبيها، يبقى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولأبيها. توفيت السيدة حفصة رضي الله عنها في شهر شعبان بالمدينة ودفنت في البقيع. وبكده احنا خلصنا شخصيات أمهات المؤمنين، السيدة عائشة والسيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب. بعد يا سنة تانية زي ما تعودنا، سؤال المتفوقين، اذكر اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.